بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح اشرح لكم موقع ايزي كلاس. بالاول راح بطلب عن طريق متصفح جوجل كروم. راح اكتب اسمه ايزي إيزي كلاس. راح ندش الموقع. مثل ما انتم شايفين هذه الصفحة الرئيسية للموقع. الموقع من اسمه قبل اشرح فيه إيزي كلاس موقع سهل وواضح وفي شروحات تسهل على الطالب والمعلم. في البداية مكتوب هنا يشاهد فيديو، حاطين لنا فيديو عبارة عن دقيقتين شارحين فيه نبذة بسيطة عن الموقع. في مقدمة شرح، هو عبارة عن منصة للتعليم يشمل العديد من المميزات. أيضا سهل وسريع في إنشاء الصفوف وإنشاء الاختبارات وترتيب المواد وتخزين الملفات. كل هذا إن شاء الله بنشوفه ونطبقه. أنا أقدر كمدرس أسجل فيه أو كطالب أقدر أسجل للدخول. التسجيل طبعا مجاني، عبارة عن الموقع عبارة عن موقع مجاني سهل استخدام من التطبيقات المميزة. أيضا يدعم مثل ما أنتم شايفين اللغة العربية ويدعم لغات أخرى، بكذي هو متاح للكل. راح نشوف شلون إن شاء الله نسجل الدخول عن طريق المعلم المدرس. لو كان المعلم ما عنده حساب يعبي البيانات هني ويضغط تسجيل الدخول، أو كطالب يضغط هني وعن طريق رمز يعطي المدرس ويقدر يضيف نفسه في الكلاس بعدين يسجل بياناته. أو إذا أنت عندك حساب من قبل تضغط دخول وتسجل. أنا عندي حساب كمعلمة. راح نشوف الحين شلون الواجهة بالبداية. مثل ما أنتم شايفين هذه صفحة المعلم الصفحة الرئيسية. راح نشوف هني الأنشطة الحالية اللي تبين لي التفاعل مع الطالب والمعلم، راح يبين لي هني. أيضا نشوف البروفايل المعلم عن طريق هني ممكن ندخل أو عن طريق الملف الشخصي. راح نشوف هني صفحة المعلم. أنا كمعلمة أقدر أنشر أي شيء، مثلا تذكير للطلبة في الاختبار أو مقولات يومية، أو مثلا أرفق صور. أقدر أرفق عن طريق مني تحميل صور أو ملفات شخصية أو روابط لليوتيوب أو مثلا كتب PDF. أقدر ما شاء الله يعني الموقع يدعم هالميزات. مثل ما انتم شايفين انا كاتبه هني مثلا عباره توكلت على الله، توكل على الله عفوا. انا مثلا طالب يقدر يعلق علي، مثلا يكتب اعجبني او يبلغ عن مثلا الكتابه اللي هني مثلا فيها اساءه او شيء. لو مثلا الطالب شاف كذي يقدر يبلغ عنه الموقع ويطلع له. أيضا نشوف مني قائمة المواد المضافة، عندنا مادتين أضفناهم كمعلم. أقدر أنشئ مواد. أيضا نشوف لغة العربية للصف الخامس ولغة العربية للصف الرابع. أيضا هني يبين لي الأصدقاء والطلاب، يبين لي عدد المضافين. لو أنا أبي أحدث معلوماتي كمعلم ممكن أدش على المعلومات الشخصية، أبي مثلا أضيف معلومات جديدة أو أغير في المعلومات الموجودة. أضغط على المعلومات الشخصية راح يبطل لي هالصفحة.
فيها البلد مثلا دور مدرس، المواد التي يتم تدريسها، الفصول التي يتم تدريسها، أيضا الجنس أنثى أو ذكر، يوم الميلاد، أيضا المعلومات الشخصية والاهتمامات. أنا لو أبي أعدل في يعني شيء بهالمعلومات أضغط تعديل، راح يطلع لي هني. عندنا أيضا في معلومات أخرى أنا ممكن أضيفها زيادة، عندي الاسم واسم العائلة، مثلا البلد، المدينة، المدرسة، تاريخ الميلاد مثلا، وأحدد هني في المعلومات الشخصية لو أبي مثلا أغيرها، مثل المواد التي يتم تدريسها، مثلا أنا بضيف مثلا اللغة العربية، وأيضا بضيف مادة ثانية الاجتماعيات مثلا. سوري، المواد اللي أدرسها مثلا. بعدها أضغط حفظ، على طول راح تتحدث عندي المعلومات. أي شيء يتم تعديله بعدها أضغط حفظ علشان يحفظ. عندي أيضا الاهتمامات والأنشطة، مثلا هنا كتبت قراءة الكتب مثلا. عندنا أيضا المعلومات الشخصية، عندنا الهاتف وموقع الويب والعنوان، ممكن أضيف مثلا. عندنا أيضا الصور الشخصية، أنا كمعلم ممكن أرفق صورتي أو أحط رمز لي وأضغط حفظ. بعد ذلك إذا بشوف التغييرات اللي صارت ممكن أضغط على معلومات. لو لاحظ هني المواد التي يتم تدريسها اللي غيرناها، اللغة العربية والاجتماعيات، بين لي التحديث، عدل لي عليه. أيضا لو لاحظ هني قم بدعوة مدرس، أنا أقدر بسهولة أن أدعو مدرس عن طريق فقط كتابة عنوان الإلكتروني للمدرس وأضغط دعوة، على طول راح يرسل إشعار للمعلم. وهني لو نلاحظ أيضا في الشريط فوق شون يبين عندي الإشعارات، هني العلامة هذه مكتوب الإشعارات، أي شيء مثلا تعليق طالب أو حل واجبات أو إضافات راح يبين لي فوق مني إشعارات. أيضا هني نشوف طلبات الصداقة، راح يبين لي مني مثلا دعوة لأنشطة، راح أيضا يبين لي كل شيء مكتوب هني، ليس هناك طلبات، ما في شيء. أيضا طلب الانضمام إلى الصف، راح يبين لي مثلا طالب مو معي بهذا الفصل، أنا أقدر أوافق أو أرفض في الانضمام للصف. أيضا طلبات الانضمام إلى المجموعة. أيضا هني في خانة البحث عن المدرسين أو الطلاب، أنا في سهولة راح أقدر أكتب اسم مثلا الشخص وراح يطلع لي مثلا، خلينا نشوف، فاطمة. راح يطلع لي هني من ناحية أنا أحدد مثلا الأشخاص أو المواد، أي شيء مثلا أبي أبحث عنه راح يبين لي من هني. نرد للصفحة الرئيسية، شرحنا الملف الشخصي، عندنا الأصدقاء نفس الشيء راح يبين لي أصدقاء المضافين قلنا. أيضا هني لو نلاحظ جدولي هذا، أنا أقدر أضيف تنبيهات لي كمعلم أو تبين للطالب موعد اختبار مثلا، مراجعة على الدروس مثلا، تنبيه على ندوة أو أي نشاط، أقدر أكتبه عن طريق جدولي، راح يبين لي هني المواعيد المقبلة والتذكير. مثل ما أنتم شايفين لو أضغط على جدولي راح يطلع لي هني مثلا أنا حاطة الواجبات، اختبار قصير، اختبار أيضا قصير، في على هذا على الأشهر أو الأسابيع مثلا، أو على اليوم ممكن أكتب على الساعة أحدد.
هني لو أبي أضيف نشاط، إضافة نشاط هني أكتب مثلا أحدد التاريخ، أيضا أحدد الوقت مثلا الساعة 10، أيضا ممكن أحط مثلا للنشاط هذا وقت محدد عشان خلاص يتسكر، أو أقدر ما أحط مثلا، أحط اسم النشاط مثلا لو أبي مثلا مناقشة ولا حوار يدور بين الطالب والمعلم، حوار مثلا عن الدرس ولا أي استفسار. أكتب هني الشرح بالتفصيل عن شنو نوع النشاط. تفعيل التنبيهات، هني أضغط تفعيل أو لا. هني أقدر أرفق بعد صور أو ملفات شخصية أو روابط URL، أقدر هذا يحل ميزة حلوة وتساعدني في توصيل معلومات أكثر والتوضيح، وأضغط تسليم. بعد ذلك راح يبين لي مثل ما أنتم شايفين مثل كذي، أيضا يبين للطالب تنبيهات. بعد نشوف، الصفحة الرئيسية هني في الصفحة الرئيسية موضح لي كل شيء، قائمة المواد المضافة والمجموعات وكل شيء. لو نجي هني عند المواد، هني المواد المضافة أنا أقدر أنشئ مادة، مادتين، فصل، فصلين يعني، وعلى حسب المادة اللي عندي. هني إنشاء المادة، أكتب اسم المادة واسم الفصل وأختار المستوى وأضغط اختياري هذه وأضغط حفظ. عندي هني أنا مسوية لغتي العربية للصف الخامس ولغتي العربية للصف الرابع. هني أقدر أضيف صف للمادة أيضا أو أعدل على المادة، أو أقدر مثلا أحذف الفصل أو إضافة أعضاء للفصل. لو نشوف هني مثلا، خلينا نشوف المادة، هني راح يبين لي أيضا عندنا المناقشة، حائط الصف بالأول، حائط الصف راح يبين لي عندي تنبيهات، اختبار قصير مثلا، أقدر أنشر أي شيء أنا أبي الطالب يشوفه وينتبه عليه، مثلا التذكير، الاختبار قصير يوم الأربعاء، أقدر أنشره وأقدر مثلا ألقيه أو أحذفه أو أعدل عليه. هني راح يسألني هل تريد حذفه. هني يقدر أيضا الطالب يعلق علي تعليق أو يضغط إعجاب، راح يبين له. أيضا نفس الشيء أقدر أرفق صور وملفات شخصية وروابط. عندنا أيضا المناقشات، أحط مواضيع ممكن أناقش فيها طلبتي، مثل ما أنتم شايفين مثلا الأسماء الخمسة أنا حاطة، لو نضغط عليها راح يبين لي أذكر الأسماء الخمسة في جمل، ممكن الطالب يعلق علي. أيضا هني الواجبات، نفس الشيء أقدر أعطي واجب، أكتب اسم الواجب والشرح وأقيم الواجب، أضغط حفظ. أيضا لو نلاحظ الامتحانات، أقدر أنا أسوي امتحان، أنشئ امتحان، الامتحان في عن طريق 3 طرق، مثلا اختياري أو مقالي أو صح وغلط، أقدر أسوي أنشئ اختبار، أقدر أخلي مخفي أو مرئي عادي. أيضا نجي عند سجل العلامات، هني أقدر أضيف العلامات للطلبة، مثلا الأنشطة الفصلية.